الصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل نبي ورسول وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. إخواني في الله، خلقنا الله في هذه الدنيا وقدر علينا فيها الموت، فلا بد لنا من لحظة نذوق فيها طعم الموت. وهذه المقابر أمامنا، انظروا واعتبروا كم فيها من الكبار والصغار، كم فيها من الرجال والنساء. انظروا واعتبروا وتأملوا، فكلنا لا بد لنا من هذا المصير، ولا بد لنا من أن نذوق طعم الموت. كل نفس ذائقة الموت، إذا ستذوق طعم الموت لا بد ولا مهرب لا مفر. وإذا عظمت عليكم المصيبة فاذكروا مصيبة الأولين والآخرين بموت سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. تذكروا ما الذي نزل في قلوب الصحابة والآل عند موت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم صبروا وثبتوا وسلموا واستمروا في طاعة الله وفي نصرة دين الله وفي خدمة الإسلام وفي تعليم الدين. اسمعوا ما الذي قالته السيدة الزهراء، ما الذي قالته السيدة فاطمة رضي الله عنها بعدما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم. دخلت إلى قبره الشريف وأخذت قبضة من تراب قبره الزكي، وضعتها على عينها وجعلت تبكي وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدا لياليا. ما معنى هذا الكلام؟ تقول إن من عظيم وكبر المصيبة التي نزلت على قلبها، لو نزلت على النهار لصار كالليل، لكنها ثبتت وصبرت. وتخيلوا إلى قوة صبر الصحابة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فاطمة، عائشة رضي الله عنهم جميعا. من الذي مات؟ رسول الله. من الذي مات؟
حبيب الله، من الذي مات لفاطمة أبوها أفضل خلق الله؟ من الذي مات لعائشة زوجها رسول الله؟ وقد مات ورأسه الشريف بين سحرها ونحرها، رأسه على صدرها، صبرت، ثبتت، تحملت. وهكذا فلنتعلم منهم الصبر والثبات. هذا الشيخ خالد حليحل رحمه الله رحمة واسعة خدم هذا الدين، قدم للدعوة، قدم للأمة، علم الكبار والصغار، ثبت في مجالس العلم وفي المساجد وفي بيوتات الناس وفي التعازي والأفراح. كان منكم وبينكم ومعكم ولكم، ودخل إلى بيوتكم. ها هو رحمه الله قد سبقنا، فهنيئا له بما قدم إن شاء الله، هنيئا له بما تزود به من العلم والعمل لقبره، هنيئا له بهذا الخير بإذن الله العظيم. فلنعتبر ولنتعظ ولنتهيأ لمثل هذه اللحظة، فلا بد لنا جميعا من الموت، والموت يفرقنا. وكما قال الوعاظ: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يعمنا والكفن يلفنا والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. جهنم قعرها بعيد وحرها شديد، والموت منا قريب والرب علينا رقيب. فلنتق الله ولنعلم الكبار والصغار كما كان الشيخ خالد رحمه الله رحمة واسعة. انشروا بين الناس هذه الخيرات، انشروا بين الناس هذه الفضائل، انشروا بين الناس أن الله لا يحتاج إلينا، وأن الله غني عنا، غني عن السماء والعرش والفضاء، موجودا أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. إخواني في الله، علينا بالصبر وعلينا بالثبات وعلينا بالتسليم لرب العالمين. ما سلم في دينه ودنياه إلا من سلم لله. أعظم الله أجل.